صباح الخير على الجميع. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأعياد والاحتفالات، مش هنتكلم طبعا عليهم كلهم، هنتكلم على أشهر وأهم الأعياد الدينية في مصر في الفترة المصرية القديمة ومرورا بالعصر اليوناني الروماني. طبعا عندنا أهم وأشهر الاحتفال هو احتفال أو عيد الحبسد، لأن عيد الحبسد دوت كان مرتبط بالملكية بشكل كبير جدا، وكان الملك بيحتفل بعيد الحبسد بعد فترة زمنية معينة يقال إن هي 30 سنة حتى حسب ما ذكرت بعض المصادر، لتجديد قوته ولتأكيد قوته البدنية والعقلية وقدرته على حكم مصر بشكل كويس. So we are talking today about the festivals in Egypt. During the ancient Egyptian period till the Greek Roman times, and we will talk firstly about the Hapset festival. What is the Hapset festival? The Hapset festival was the jubilee of the king, يعني زي اليوبيل بتاع الملك. It was a jubilee for the king, or a celebration, a festival which was celebrated after a certain period of time, mainly 30 years or less or more, according to different sources. And the Hapset festival, the main aim, the main target of celebrating this festival was confirming the strengths, the mental and the physical strengths of the king, and that he was able to rule Egypt, the two parts of Egypt, and he was able to rule Egypt and protect Egypt from any dangers. يبقى the aim يعني الأصل أو الهدف من هذا الاحتفال is to protect Egypt, is to confirm that the king was able to rule Egypt after during his jubilee. الحقيقة احنا عندنا مصادر كتير يعني او مصدرين اساسيين يتكلموا او ادونا نبذة عن الحبسات فاستيفال بشكل واضح وظاهر، والاحتفالات اللي فيه والطقوس المختلفة اللي كانت بتجرى ليه. اول حاجة كانت الريليفز اللي جاية من الشابل بتاعة السان تمبل، معبد الشمس بتاع كينج نوسر يراع من منطقة ابو غروب. والمنطقة دي فيها البقايا معبد الشمس الخاصة بهذا الملك، وعلى جدران هذه المقصورة صور الملك وهو يعني أثناء بيجري طقوس مختلفة خاصة بالحبسات فاستيفال. So we have different sources. We have two main representations, or have two main sources for the Egyptian Hapset festival, which was clearly connected, as we said before, with reality. يعني إيه connected with reality؟ يعني كانت مرتبطة ارتباط شديد جدا بالملكية. The two sources give a sufficient account about the rites of this festival. The first one is the reliefs from the chapel of the Sun Temple built by King Nesurira, where the rituals of the Hapset carried out. في هذه المقصورة أو في هذا المكان كانت أعياد الحبسد أو عيد الحبسد بيجرى. And the second source، المصدر الثاني اللي احنا برضو هنشير إليه، هي المناظر اللي صورت الملك أوسركون الثاني من معبده بمنطقة بوبستيس. This gateway أو هذا المكان برضو تم إعادة بنائه من خلال عصر بيبي الأول، وزي ما قلنا إن هذا المكان برضو بتاع أوسركون، أو السينس اللي احنا لقيناها بترجع لعصر أوسركون، لقيناها وهي برضو بتصور الملك وهو بيجري بعض الطقوس الخاصة بعيد الحبسات فاستيفال اللي هو الجوبلي أو اللي هو اليوبيل بتاع الملك، لتجديد قوته ولإظهار قوته للشعب وإن هو قادر إن هو يحمي الشعب. وديت they were discovered from the temple of Bubastis. Bubastis طبعا اللي هي حاليا تل بسطة محافظة الزقازيق، وتم إعادة استخدام هذا المكان أو إعادة الاستخدام وإعادة بنائه مرة أخرى من خلال عصر بيبي الأول. رجوعا مرة أخرى للمناظر اللي احنا لقيناها في نوسيريرا بتاعة الملك نوسيريرا في منطقة أبو غراب، آدي المناظر أهي بتصور إيه؟ بتصور آدي حملة الأعلام المختلفة، أعلام الأقاليم المختلفة أهي.
تمام، والفولورز بتوع جودرا in the central part، وادي الملك اهو في اليوبيل او في ملابس الاحتفال بتاعته، وبيرتدي التاج الابيض العرف في اللغه المصريه القديمه باسم حجت، والتاج دوت هو تاج مصر العليا اللي هو جنوب مصر او صعيد مصر. فدي جزء كده من او جانب من الاحتفال بتاع هذا الملك. So we have here for example a scene showing the ceremonies. يعني ايه ceremonies؟ يعني الطقوس of the Hepsut festival. They are showing for example here the a procession. يعني ايه procession؟ يعني موكب. Showing the bearers of the flags or some symbols, and these symbols are symbolizing the gnomes of Egypt. اللي هي أقاليم مصر المختلفة، الإشارات أو الأقاليم المختلفة لمصر الجنوبية. And here we can find the king wearing the Hepsut mantle and wearing the white crown of Upper Egypt, and it was called in the ancient Egyptian language as Hejet, اللي هو التاج الأبيض. طبعا ايه دوت منظر لنسيريرا من عصر طبعا الأسرة الخامسة. ده منظر آخر بيصور الملك اهوت وهو بيجري، وطبعا الجري كان احد الطقوس الشهيرة بتاعة احتفالية الحبسات فاستيفال لإظهار القوة البدنية لهذا الملك. وعادة الملك كان بيجري، ودايما عادة كان بيصور هو هنا لابس ديل الثور تشبها بالعجل، ويقال العجل أبيس، لدرجة ان حتى العجل أبيس كان يسمى او الملك كان بيسمى بحر الحب، يعني أبيس الذي يجري. فالجري كان أحد السيرمونيز أو الريتشولز أو الطقوس اللي كانت مهمة جدا في احتفال الحبسات فاستيفال عشان الملك يقدر يثبت قوته. So here we can find once again the king here is depicted running. And as we said before, the running was one of the most important sacred rituals in the Hepsut festival in order to confirm. يعني إيه confirm؟ يعني بيؤكد. In order to confirm the physical ability of this king, he is depicted wearing also the upper crown of Upper Egypt, the upper crown or the white crown of Upper Egypt, which was called Hejet, the white crown. And Nisurira here is depicted with holding the flail, which is sometimes called Nechich. And he is also tying the bull's tail around his waist. And the bull's tail was used to reflect. يعني إيه reflect؟ يعني يعكس. In order to reflect the physical abilities of the king, and he is still capable of ruling Egypt after a long period of time. منظر آخر لمناظر احتفالات الحبسات فاستيفال. يبقى احنا كده شفنا ان من ضمن الحبسات فاستيفال نقدر نعرف ايه من السينز اللي احنا لقيناها في المعبد الشمس بتاع نسيريرا من عصر الأسرة الخامسة. اول حاجة شفنا حملة السيمبلز بتاعة مصر العليا، شفنا الملك وهو متوج بالتاج الأبيض وقاعد جوه المقصورة، شفنا الملك وهو بيجري. كل دي طقوس خاصة بالحبسات فاستيفال. عندنا هنا برضو الفاينل بروسيشن of Upper Egypt in the Hepsut festival. They are carrying the king on a litter to visit the chapel of the gods. ادي اهوت حملت الـ يعني زي الشابل بتاعه الملك، وادي الملك هو هنا جالس، بس طبعا للاسف السينز تعتبر الى حد ما مش كامله، بس برضو بتدينا هند كده عن شكل الاحتفال كان عامل ازاي. So also one of the rituals of the Hepsut festival is the final procession of Upper Egypt. In the Hepsut festival, the bearers here or some persons are depicted carrying the king on a litter. خلاص على حامل كده. And he is here seated on his throne, and they are directed to the chapel of the gods. متوجهين بي طبعا للمقصورة أو المقصورة الخاصة بالآلهة لتقديم التبجيل والتعظيم لها. برضو من أحد الطقوس اللي اتصورت في احتفالات الحبسات فاستيفال وموجودة في ضمن مجموعة أو السينز اللي اكتشفت في معبد الشمس في بتاع نسيريرا، نلاقي احتفالية أو طقس غسل قدم الملك. أدي هم بعض الأشخاص بيقوموا بغسل قدم الملك، تمام، والملك هنا واقف أهوت بالتاج الأبيض بتاعه.
So this is one of the rituals. Here we can find also one of the rituals of the Hatshepsut festival. The king here is shown with the white crown of Upper Egypt, holding the royal insignia. يعني إيه royal insignia؟ يعني اللي هي العلامات الملكية, the حقاء, النخخ, the scepter and the flail. And he is also here. Some persons are responsible for washing the feet of the king, which was one of the rituals of the Hatshepsut festival. يبقى ده دلوقتي احنا شفنا كام ريتشوال في الحبسة فيستيفال, كل ده علشان بتؤكد قدرة الملك. أول حاجة شفنا حملة اللي هو السيمبلز بتاعة النومس. We found the bearers of the gnomes of Egypt. We found also the king running, and as we said before, running is a very important ritual for the king to confirm his physical ability, عشان يؤكد قوته البدنية. He was running tying a bull's tail and with the royal insignia. And also we found the king is washing his feet. ده برضو أحد الحاجات الريتشوالز اللي ظهرت في الحبسة فيستيفال. And also we found the procession. يعني إيه قلنا procession؟ يعني موكب, لأن يعني الكلمة دي هتتكرر كتير معانا في الاحتفالات. لقينا موكب من بعض الأشخاص. They are carrying the king on a litter and directing him to the chapel of the gods. برضو من ضمن الاحتفالات, طبعا دوت كان احد المناظر اللي موجودة في معبد الشمس في نسيريرا. هل ظهرت مناظر اخرى للحبسات فاستيفال؟ اه طبعا ظهرت مناظر اخرى للحبسات فاستيفال. ده سبيل المثال, ده منظر للملك امنحتب الثالث وهو بيقوم برفع عمود جد. والحقيقة عمود جد يعتبر أحد الرموز المقدسة للإله أوزوريس. بعض السكولرز أشاروا إن هو كان بيشير إلى العمود الفقري للإله أوزوريس. أهو شايفينه, أدي الملك أهو واقف وهو بيرفع, بيقوم بطقس رفع العمود جد أثناء احتفاله بالحبسة فاستيفال الخاص ليه. وطبعا أمنحتب الثالث من عصر الأسرة الـ18, عصر دولة الحديثة. فإذا معنى كده أن الحبسة فاستيفال استمر على مدار فترات مصر الفرعونية أو مصر القديمة كلها. والمنظر دوت موجود في المقبرة بتاعت خروف بتاعت في منطقة طيبة. So we have here also another representation for Amenophis or Amenhotep III from the 18th dynasty. He is raising the jet pillar. The jet pillar was described in some scholars or some scholars to be the backbone of Osiris. He was one of the major symbols of God Osiris. كان أحد الطقوس أو أحد الحاجات المهمة جدا المرتبطة بالإله أوزوريس, وكانت بتشير للاستابيليتي والكونتينيوتي, يعني كانت بتشير للاستقرار واللي بتشير برضو إلى الاستقرار بتاع الملك أو استقرار حكم الملك. وذكرت على فكرة إن هذا الجزء بأن هو وصف إن هو عمود الفقر بتاع الإله أوزوريس في كتاب الموتى. ومن عصر طبعا ارتبط طقس إقامة الإقامة أو تشييد أو عمود جد من ضمن أحد الطقوس في احتفال الحبسات فاستيفال من أول عصر تقريبا سونسرت الأول من أسرة الـ12, وأصبح أحد الطقوس المهمة جدا اللي بتقام للحبسات فاستيفال. So we can find here Amenhotep III. He is raising the jet pillar during the Hatshepsut festival in one of the scenes of the tomb of Kheruref at Thebes. As we said before, the jet pillar is a symbol of God Osiris, representing continuity, stability, بيمثل الاستقرار, بيمثل الاستمرارية. It's a sacred power of God Osiris, and it was described in the Book of the Dead, Book of the Dead اللي هو كتاب الموتى زي ما قلنا, to be a symbol of or a sign of the backbone of Osiris. Raising the jet pillar, إقامة العمود جد, became one of the rituals of the Hatshepsut festival, and it was attested. يعني إيه attested؟ يعني وثق لأول مرة إن هو ضمن الاحتفالات بتاعة الحبسات festival إمتى؟ By the reign of Senator the first of the 12th dynasty. ده منظر آخر برضو بيمثل الملك زوسر من عصر الأسرة الثالثة طبعا, وهو يقوم بطقس الجري, وده ممثل في مقبرته الجنوبية في منطقة سقارة.
وزي ما قلنا قبل كده ان الرانينج سيرمونيز ديت كانت دايما بتشير الى القوة الجسدية لملك مصر، والمنظر دوت مصور في المقبرة الجنوبية لسقارة. So we have here also representing another scene for King Djoser of the Third Dynasty. He is representing in the running ritual, and this scene is depicted in the Southern Tomb of Saqqara. As we see here, Djoser is represented running, while the muscles are perfectly sculptured, and he is wearing the white crown of Upper Egypt, the hijab, and also the ceremonial beard, and holding the flail in his hands. Performing the four running ceremonies, يقال إن هي كانت أربع طقوس للجري, where to ensure the physical fitness. للقوة أو اللياقة الجسدية of the ملك, and also to ensure the prosperity of Egypt, and it was practiced in an enclosed area nearby the festival palace. This ceremony is the depiction of Djoser, as we said, in Saqqara. بكده احنا اتكلمنا كده نبذة بسيطة عن الحبسات فيستيفال. طبعا الحبسات فيستيفال يطول الشرح عنه, بس احنا مجرد كده بندي حاجات بسيطة عن كل احتفال. الاحتفال التاني اللي احنا هنتكلم عنه هو عيد الأوبت, وهو حقيقة احتفال عيد الأوبت كان بيقام في الشهر الثاني من السنة المصرية, وهو احتفال تم ذكره لأول مرة أو ظهر بشكل كبير جدا في عصر الأسرة الحديثة, وخصوصا يعني بداية ظهوره في عصر الأسرة 18 في عصر الملكة حتشبسوت. يعني كان برضو مرتبط بحد كبير جدا بالملكية زي ما قلنا, وتم الاحتفال به بشكل كبير جدا في عصر الأسرة ال 18, وبيؤكد برضو شرعية الملك, وكان بيتم الاحتفال به في منطقة طيبة بشكل خاص جدا. ادي اهوت معبد الأقصر بالبروسيشنال رانك او الافينيو اوف سفينكس اللي موجود فيه. والحقيقة عيد الأوبت استمر وجوده حتى العصر اليوناني الروماني, لكن برغم من كده فالسليبريشن بتاعته في العصر اليوناني الروماني قلت الاهتمام بيها بشكل كبير. الفستيفال دوت ذكر ان هو اسمه حب ايبت, وكان مرتبط يعني الاسم دوت بيشير بشكل او باخر بارتباطه بمعبد الاقصر بشكل خاص, لان معبد الاقصر كان بيسمى بايبت ريسيت او ايبات ريسيت, اللي هو الحرم الجنوبي. والفستيفال طبعا زي ما قلنا هو ارتباط الملك, ومرتبط ايضا بعقيده الاله امون را. الملك كان بيسافر او يعني بيتجه من معبد الاقصر في طيبه ليلقى ابوه الاله امون را, اللي بيديله او بيدعم له حكمه وبيديله القوة لحكم مصر, وبيعتبر وبيوصف الملك في هذه الفترة أو في هذا الاحتفال بأنه هو حورس الحي على على الأرض. وفي خلال برضو عيد الأوبت فيستيفال الاستاتيو بتاع أمون را ترافلت من منطقة الكرنك. التمبل طبعا بتاع الكرنك كان اسمه إيبت إيسوت, the most selected of the places, وكان يعتبر معبد كبير جدا, كومبلكس كبير جدا فيها معابد أمون أو بعض أكتر من معبد أو أكتر من شابل للإله أمون. البروسيشن ديت ستارتد فروم كارنك من منطقة الكارنك ثرو أ بروسيشنال واي من خلال موكب, والموكب دوت على طول الموكب بتاع طريق بقى ايه الكرايو سفينكسز او طريق كده خاص يعني في ابو الهول. و each كرايو سفينكس had the image of the king, كل كرايو سفينكس ديت كانت بتحوي او يعني كانها بتحتضن كده تمثال للملك, لغاية ما الستاتيو بتاع أمون را بيصل لمنطقة الأقصر اللي هي إيباتريسيت الحرم الجنوبي. والانشن سورسز المصادر القديمة قالت عن الأوبت فيستيفال دوت إنه هو من أحد أشهر الفيستيفالز اللي ظهرت في عصر الدولة الحديثة, وكان مصور بشكل خاص جدا في كتير جدا من المعابد زي معبد الكرنك, وهنشوف مع بعض في كذا إيه سين كده بتمثل الأوبت فيستيفال. So the Opet festival was also like the Hapset festival connected with royalty. هو برضو مرتبط بتدعيم فكرة الرياليتي أو بتدعيم فكرة الملكية. The Opet festival
was firstly celebrated or firstly attested in Egypt in the 18th dynasty by the reign of the 18th dynasty or the new kingdom, mainly in the new kingdom. هو تم ذكره بشكل خاص جدا في عصر الأسرة 18. And the Apep festival occurred in the 12th, the second month of the Egyptian year. هو تم الاحتفال به في الشهر الثاني من السنة المصرية. The statue of Amun-Ra traveled from Karnak, which was a complex of different temples consecrated for God Amun-Ra. هي عبارة عن مجموعة من المعابد الإله أمون-Ra. And the temple of Al-Karnak was called or was named Ipetresut, the most selected place. And after that, it was led by a procession because بتطلع من خلال موكب تمثال الإله أمون رابي يطلع من خلال موكب لمعبد الأقصر which was called Ipatresit, the southern sanctuary أو الحرم الجنوبي. Different scenes from the Egyptian temples during that time are representing the Apep festival and it continued to be found in Egypt during the Greek Roman period but with less popularity. يعني إيه less popularity؟ يعني بشهرة إيه أقل. أدي السفنكس أو الأفينيو السفنكس اللي كان starting from the Karnak temple through the procession way of cryosphinxes and this way was erected by Ramses II. ادي اهوت the cryosphinxes اللي هو الطريق اللي احنا بنقول عليه طريق الكباش. Every statue is embracing a statue for the king, بتحمل الملك, وطبعا الملك هنا بيوصف ان هو ابن الاله وان هو حورس الحي على الارض خلال هذا الاحتفال. يعني ادي البارك بتاع حتشبسوت on a processional route between Karnak and Luxor temple ودوت مرتبط وده ظهر برضو في الريد شابل بتاعة الكرنك خلاص. وهنا بنصور اللي هما الناس الكهنة وحمال الشابل خلاص وهما بيمسكوا او بي 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 بيمسكوا البارك ديت ومتوجهين بيها من الكرنك لمعبد الأقصر وده مصور في الشابل الريد شابل بتاعت معبد الكرنك. So here we can find the processional bark of Amun خلاص and it's carried out by number of men in a procession between Karnak and Luxor temple and this scene is found in the red chapel of Karnak. عندنا برضو هنا الحقيقة برضو تم تصوير مجموعة من الهاربستس اللي هم الميوزيشنز أو الموسيقيين اللي بيلعبوا على آلات موسيقية مختلفة ومجموعة من الكاهنات وهم بيغنوا وهم بينشدوا نشيد وتراتيل معينة وترانيم معينة للإله أمون ودوت كان موجود في المنظر دوت صور بيرجع لعصر الملك توت عنخ امون في الكولونات بتاعه او في الصاله بتاعته الخاصه في معبد الاقصر. ادي احنا شايفين اهو كاهنات معينين وهم بيأدوا تراتيل معينه وبيلعبوا على بعض الالات الموسيقيه وزي ما قلنا ان هذا المنظر موجود في الصاله الكولونات هول صاله الاعمده الخاصه بمعبد الاقصر. So also during the Apep festival, different priestesses shared in this festival. They were singing songs and hymns and playing musical instruments in order to praising God Amun-Ra. And this scene was found in the colonnade hall of Tutankhamun. It's a scene dating back to Tutankhamun in the colonnade hall of Luxor temple. ده كان أحد أهم أو أشهر عيدين موجودين في مصر مصر القديمة. هنيجي بعد كده على الأعياد اللي أخذت شهرة أكتر أو انتشر وجودها أكتر في عصر الدولة أو عصر العصرين اليوناني والروماني في مصر. احنا عندنا الحقيقة الفستيفلز في مصر بصفة عامة كانت وخصوصا في عصر اليوناني والروماني كانت بتعتمد على حاجتين أو على تو كونسبتس كده على مبدئين. أول حاجة مشاهدة الإله أو إن في هذا الاحتفال دايما بيوصف إن الإله بيظهر أو بيكشف عن وجهه مآنتر أو ونحر إن هو بيكشف عن وجهه أو بيظهر للناس في هذا الاحتفال. دي كانت دايما صيغة مكررة في الاحتفالات.
دايما برضو بيوصف الملك ان هو بيظهر، الاله بان هو بيظهر خعو coming out of the statue of the deity، ان تمثال الاله بيظهر او بيشرق في هذا الاحتفال. So we have two basic concepts for the festivals in Egypt, especially during the Greek Roman period. Firstly, يعني concept يعني ايه؟ يعني المبدأ. عندنا مبدأين او مفهومين مهمين جدا في الاحتفالات في مصر في العصرين اليوناني والروماني بصفة خاصة. أول حاجة it depends or it aims to، كانت بتهدف إلى to seeing the god or revealing the god's face، ma'ar neter or wenher. This was the main purpose of this festival. And also the appearance، خعو coming out of the statue of the god، إن هو مش مجرد بس بيظهر بوجهه أو يلمع، لا، إن إحنا بنرى التمثال إيه بتاع الملك في البروسيشنز المختلف. ودايما عادة الاحتفالات الخاصة في مصر في العصر الميني الروماني، وخصوصا الاحتفالات اللي كانت بتبقى مرتبطة بالملكية والاحتفالات الآلهة الرئيسية، كانت بتظهر في شكل مواكب. مواكب يعني ايه؟ يعني مجموعة من الناس بتحمل تمثال الإله على ايه؟ على الأكتاف. طيب قبل برضو ما ندخل على الفستيفالز، لازم نقول او نشير ان احنا عندنا كذا حاجة اسمها الفستيفال كالندر. يعني ايه الفستيفال كالندر؟ يعني تقويم الأعياد، يعني عبارة عن توثيق الكهنة المصريين عملوا زي توثيق للأعياد بتاعتهم على جدران المعابد بتاعتهم، وقالوا مثلا ان في الشهر الفلاني احنا بنحتفل بالاله كذا، والشهر كذا بنحتفل بالعيد بتاع الاله الفلاني كذا، وهكذا. والتوثيق ده ظهر في معابد كتير جدا في مصر، وخصوصا في العصر اليوناني الروماني بشكل خاص، زي معبد دندرة، معبد اسنا، معبد كومومبو. والكالندرز ديت بتقول يعني فترة او حدوث الفستيفال بالشكل امتى بالظبط، وهو مكرس لانه اله، وبيدوم كام فترة بالظبط. يعني بيعتبر زي كالندر او توثيق للاعياد المصرية، لكن ما كانش بيدي تفاصيل كتير جدا عن مثلا ايه، عن الريتشوالز بتاعته. الريتشوالز اكتر شفناها من خلال السينز، عرفناها اكتر من خلال السينز او المناظر اللي على المعابد. So before talking about the festivals of Egypt during the Greco-Roman period, we should mention a very important thing, which is called the festival calendar. What is the meaning of a festival calendar? A festival calendar is a calendar mentioning or determining the different festivals which occurred along the year. إن أنا بوثق خلاص أو بحدد الأعياد المختلفة اللي ظهرت او تم الاحتفال بها على مدار السنة. خلاص they mention the date and the period of the festival and also the main name of the god for which this festival was celebrated. However they didn't mention any other details. يعني ال details بقى عرفناها منين؟ How do we know that the details, the rituals of every festival from the scenes of the Egyptian temples. من خلال المناظر المصورة. And as we said before, the Egyptian festivals, especially during the Greco-Roman period, dependent mainly on the procession. يعني ايه procession؟ زي ما قلنا ال procession دوت اللي هو موكب، ان انا يعني بعتمد على تصوير المواكب اللي هو number of priests, number of men, they are carrying the bark of of the statue of the god. زي ما قلنا ان الاحتفالات في هذه الفترة كانت بتعتمد على خاصية شروق او ظهور الاله، ان هو بيكشف عن وجهه، ان هو بيكشف ان تمثال الاله بدأ يظهر للعامة من الناس، وهكذا. ده طبعا احد الفستيفال كالندرز الموجودة في كومومبو. احنا عندنا زي ما قلنا في دندرة، عندنا في ادفو، we have different festival calendars in the Egyptian temples especially during the Greek Roman period such as Dandara, Edfu, Isna. And this is one of the simple festival calendars in Komombo. طيب دي برضو حاجة كان لازم نشير إليها. طيب الفستيفالز بتاعت أوزيرس، الحقيقة أعياد أوزوريس كانت تعتبر من أهم وأشهر الأعياد المصرية، وكانت بتم الاحتفال بيها منذ طبعا قديم الأزل، نتيجة أن أوزوريس كان من أهم وأشهر الآلهة المصرية، وكان بيتم الاحتفال بيها في شهر كياك،
وعلشان كده في بعض الأحيان بعض الكتب أو المصادر تقول لك احتفالات كياك. إيه هي احتفالات شهر كياك؟ اللي هي احتفالات الإله أوزوريس. ومن كتر ما كانت الأعياد بتاعة الإله أوزوريس بتاخد شهرة كبيرة جدا خصوصا في العصر اليوناني الروماني، بدأت تظهر، ودي كانت أصبحت خاصية معمارية في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني، إن أصبح فيه تشابلز مخصصة لعبادة الإله أوزوريس تقريبا في كل المعابد اليونانية الرومانية في مصر. يعني احنا عندنا مثلا شابلز الاله اوزوريس في معبد ادفو، في معبد دندره، وهكذا. فكان لازم يبقى في كده تشابل مخصصه للعقيده الاوزوريه، وبتصور بقى السايكل بتاعت اوزايرس. وقلنا قبل كده ان السايكل بتاعت اوزايرس او حياه اوزايرس وموته واعاده بعثه مره اخرى كانت مرتبطه بحاجتين مهمين جدا في مصر. اول حاجه بفيضان النيل ودوره حياه النيل، نهر النيل من الانحسار للفيضان للانحسار مره اخرى وهكذا. وكانت بتمثل continuity، كانت بتمثل الاستمرارية، وهي دي اللي كان عايز يرمز لها الملك باعتباره ان هو شخص مستمر على الحكم، قادر على الحكم مرة اخرى. So as we said before, festivals of Osiris are one of the most important festivals celebrated in Egypt, in ancient Egypt, and in particular during the Greco-Roman period. The festivals occurred during the months of Kiak, and therefore they were sometimes called the festivals of Kiak. These festivals were celebrated in Egypt, and because of the popularity of these festivals, يعني إيه because of the popularity، بسبب شعبية هذه الاحتفالات، almost every temple, especially during the Greco-Roman period, we can find a chapel for God Osiris, or more than chapel or one or two chapels consecrated for God Osiris. أصبحت سمة. It became one of the architectural features. يعني إيه architectural features؟ يعني أحد السمات المعمارية. One of the architectural features of the Egyptian temples during the Greco-Roman period is having one or more chapel for God Osiris, consecrated for the Osirian God. يعني إيه consecrated؟ مكرسة. Consecrated for the Osirian God, and they are representing the festivals of Kiak. They are also representing the life cycle of God Osiris. His life, his death, and his resurrection. يعني إيه resurrection؟ يعني إعادة بعثه مرة أخرى. خلاص. The Osirian cult or the Osirian life cycle was clearly connected with two things, was clearly connected with the Nile cycle, especially the Nile flood cycle. كانت مرتبطة بنهر النيل ومنسوب نهر النيل، كانت بيتم يعني ايه المقارنة ما بينهم أو موازيتهم. هما الاثنين كانوا بيعتبروا حاجة واحدة، لأن أوزيرس كان بيمثل النيل في مصر القديمة، في كتير جدا من النصوص وصفته بكده. والاستمرارية ديت كان بيشير إليها أو بيرمز إليها لاستمرارية الملك. According to Plutarch، وده احد اللي هم المؤرخين اللي كان بيوصف عقيده ايزيس واوزوريس، وهو اللي يعني ادى توثيق لاسطوره ايزيس واوزوريس واعاده بعثه مره اخرى بشكل مفصل، اللي هو بلوتارك. Said that the Osirian festival began in the 19th month of Athir، واللي هو هاتور، and it included both public and sacred rituals. يعني ايه public and sacred rituals؟ يعني الاحتفالات بتاعت اوزايرس شملت احتفالات او طقوس كان بيحضرها العامة، it was attended by the common people، and also festivals which were celebrated by the elite or by the only the, by the priests, the high priests of a of Osiris. هي كانت بتشمل احتفالات عامة جدا واحتفالات سرية خاصة جدا. The festival was described by the inscriptions in many temples, especially in Dandara. And according to Herodotus, this festival of the mourning of Osiris was also celebrated in the temple of Dandara and Sais. برضو أحد المؤرخين المشهورين جدا اللي هو هيرودوتس وصف إن احتفالات الإله أوزوريس was celebrated in the chapel of Osiris on the roof of Dandara and also on the chapel of Osiris on the temple of Neith in Sais. خلاص، واللي هو معبد الإلهة نيت في سايس. ده أحد المناظر لأوزيرس تشابل، ودي موجودة في التشابل بتاعت أوزوريس على روف معبد دندرة. آدي الإله أوزوريس أهو.
خلاص. وهو طبعا النصوص المختلفة بتصفه ان هو مات وهيعاد بعثه مرة اخرى وهكذا، تمام. وادي منظر تاني للاله اوزوريس برضو على جدران الشابل بتاعت دندرة، تمام. So we have here different scenes for God Osiris lying on his funerary bed here. And he is represented on the walls of the chapel of Dandara of Osiris on the roof of temple of Dandara. على سطح هذا المعبد، على سطح هذا المعبد في chapel خاصة بالإله أوزوريس. طب احتفالات شهر كياك هي عبارة عن ايه؟ كان عندنا rituals بقى، طقوس مختلفة جدا وكتير جدا في خاصة بالاحتفالات أوزوريس. زي مثلا ايه هنذكر منها على سبيل المثال، ان الاحتفال كان بيبدأ ببعض الناس وهي بتقيد الشموع من خلال مسارج معينة. ادي المسارج اهي، المسارج دي زي ايه؟ زي كده ايه، أداة للإنارة كانت بتستخدم في مصر في العصر اليوناني الروماني. كان يعني عندنا نوعين من أدوات الإنارة بشكل أساسي، سواء المسارك ومفردها مسرجة بالعربي، وعندنا شكل كده يسمى اللي هي اللامس، وديت كانت بتسمى بقى فوانيس. والفانوس برضو كان بيستخدم كأداة من أدوات الإنارة، وكان عادة بيستخدم في للويلثي بيبل أكتر، في البيوت اللي هي إيه عندها رخاء أعلى يعني. فاللمس المسارك كانت بتقاد احتفالا او يعني لتخليد ذكرى اوزايرس ديسممبرمنت. يعني ايه ديسممبرمنت؟ يعني تقطيع جسد اوزوريس. وعلشان كده الريتشوال دوت كان بيسمى في بعض النصوص باحتفاليه يعني ايه المسارك، او احتفاليه نايت اوف ساكريفايسز، او الليل الاضحيه، او ان انا بخلد ذكرى تقطيع جسد أوسوريس من قبل الحيوانات المختلفة جدا، ومن قبل الإله ست، أتباع الإله ست، ورميه في نهر النيل. فكان في كده احتفال خاص بيه، هو أو ريتوال خاص باحتفال شهر كياك، اللي هو إن أنا بأيد اللمس أو المسارك دي تخليدا لهذه الذكرى. على سبيل المثال مثلا احنا لقينا هنا بعض المسارك وبتاخد شكل الإله أوسوريس أهي، ودي اكتشفتها في منطقة كرانس في منطقة الفيوم، وكانت بتستخدم أثناء هذه الاحتفالات. So one of the rituals of the festival of Kiak or festival of Osiris, a ritual يعني طقس included in this festival that the people are used to eliminate. يعني ايه eliminate؟ يعني بيقيدوا. They were used to lighten or eliminate different lamps. And these lamps or lightening the lamps was in order to commemorate the dismemberment of Osiris. To commemorate يعني لتخليد ذكرى the dismemberment of Osiris يعني تقطيع جسد أوزوريس. And this festival was therefore called the festival of burning the lamps or the night of sacrifices. For example, we have here two lamps taking the shape of God Osiris, dating back to the Greek-Roman period, and these lamps were discovered in Caranus in Fayum. حاجة برضو مهمة جدا ان احنا نتكلم عنها، ان في ريتوال مهمة جدا كان بيحصل في اثناء احتفالات الاسرية واحتفالات شهر كياك، ان كان بيتم عمل كده حاجة زي سرير اوزوريس. خلاص. والسراير بتاعت اوزوريس ديت كانت بيتحط فيها كده كوردز مختلفة، بيتعمل في السراير ديت كده كأنها مولد أو قوالب بتاخد شكل الإله أوزوريس وهو في شكل جسد، يعني فيجرين كده، وهو بشكل الموميا بس كروست هاندز. والشكل دوت او القالب دوت انا كنت بملاه، او الناس كانت بتملاه بحبات مختلفة، سواء حبات بقى القمح، وبتتسقى، تمام، بتتسقى مية، تمام. فبعد فترة القمح دوت او الحبوب اللي كانت محطوطة في الشكل الأزيري ده، او القالب اللي بياخد الشكل الأزيري او الجسد الأزيري، طبعا بالمنطق ان هي هتبدأ ايه، هتبدأ كده ايه تزرع، يعني هيبدأ الزرع يطلع. فالزرع دوت كان بياخد شكل جسد الإله أوزوريس، خلاص. وده ان دل على شيء هيدل على حاجة مهمة جدا، ان الإله المصري القديم مزج بشكل كبير ما بين الإله أوزوريس
والحياة بتاعته زي ما قلنا، وبين فيضان النيل ونهر النيل، لان هو من خلال الطقس ده بيقول لك ايه، من خلال الطقس دوت بيقول لك ان اوزوريس خلاص جسد الاله اوزوريس هو نهر النيل، تمام، وان هو انا لما بحط كده فيه البذور والبذور لسه ما طلعتش اي نوع من انواع الزرع كده في فترة الانحسار بتاعت نهر النيل، ولما سقيته بنهر النيل جسد اوزوريس بقى فيه كده زرع بياخد شكل الاله اوزوريس، فده فترة الفيضان. فده معناه ان المصري القديم مزج بشكل كبير جدا ما بين دورة حياة اوزوريس ودورة نهر النيل من الانحسار للفيضان مرة اخرى. طبعا أسرة أوزوريس اللي احنا ساعات بنقول عليها أسرة أوزوريس تم اكتشاف عدد منها، زي مثلا السرير دوت وهو مكتشف في مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك في طيبة. عندنا برضو اهي ده الكوفن، الكوفن دوت بتاع الإله أوزوريس، وكان بيتحط جواه بقى القوالب بتاعة الإله أوزوريس. لو فتحناها هنلاقي كده قالب زي ما شرحنا لكم، بيبقى فيه بياخد شكل الإله أوزوريس، وبنحط كده فيه حبوب مختلفة عشان ايه تطلع. هنا طبعا هو الإله أوزوريس ممتزج مع إله اسمه الإله سكر، فظهر في شكل الإله أوزير سكر اللي هو بياخد شكل الصقر. تمام، تصوير القالب ده، تمام، او الجسد بتاع الاله اوزوريس وهو طالع منه زرع، هل اتصور؟ اه هل اتصور، اتصور في الشابل بتاعت اوزايرس، مقصوره الاله اوزوريس الموجوده من ضمن الكومبلكس بتاعت معابد فيلا. هنلاقي اهوت الكاهن وهو بيسقي جسد اوزوريس، ويقال ان هذا الشكل هو كاحد الفينري بادز او احد الاسره او احد القوالب اللي كانت عباره عن قالب كده بيعملوه، بياخد شكل او جسد الاله اوزوريس وبيحطوا فيه حبوب معينه، وادي الكاهن اهو بيسقي بنهر النيل عشان بعد فتره الزرع يطلع، يبقى ده تجسيد لجسد اوزوريس او ان هو نهر النيل في فتره ايه الفيضان. تمام، so we have a very important first ritual of the Osirian festivals in ancient Egypt, especially during the Greco-Roman period, are the molds of Osiris. What are the molds of Osiris? Like this case, the molds of Osiris are brick molds or mud molds, okay, or pottery molds. كل دوت صح. They are taking the shape of the body of Osiris. شايفين اهي خلاص. It's a mold يعني قالب، قوالب يعني، taking the shape of the body of Osiris as a mummified man wearing the Atef crown of Osiris. اهو تمام. And after that the priests placed corn or seeds in them. بيحطوا كده حبوب القمح فيها. They are placing corns of seeds in them and watering them with the Nile water. After a period of time, the plants grow from the body of Osiris. And this confirms what? And this confirms that the ancient Egyptians believed that the Osirian cycle is similar like the Nile cycle in ancient Egypt. هم نفس النايل سايكل. تمام؟ they are representing that Osiris himself as with a symbol of the Nile. We have different shapes of the Osirian beds, especially in the tomb of Tutankhamun, as we said before, like this one. خلاص، we discover different Osirian beds اللي هي أسرة أوزوريس، such as this one which was discovered in the tomb of Tutankhamun in the valley of the kings in Thebes. We have also different small coffins in which the funerary beds or the Osirian corn molds were preserved. جوه التوابيت الصغيرة ديت كنا بنلاقي القوالب اللي احنا بنتكلم عليها. And this is an example found in the Egyptian Museum. خلاص، and it was discovered in Armenia dating back to the Ptolemaic period, and here Osiris is identified with Sokar, so it's Osiris Sokar taking the falcon shape. Was this process celebrated or depicted on the walls of the temples? Yes, like this one we can find here one of the molds of god Osiris being watered by a priest. إن هي بتسقى من خلال كاهن. And this one is this scene is found on the Osirian Chapel. It's one of the scenes of the Osirian Chapel on the roof of the Temple of Isis on the island of Phila. Here, this is one of the beds of Osiris. دايما بنقول عليها أسرة أوزوريس أو bricks of Osiris أو قوالب أوزوريس. خلاص، it's here this يعني preserved in the Metropolitan Museum of Art. في متحف المتروبوليتان، وبيرجع ل يعني العصور المتأخرة، يقال إن هو في العصر الأسري 26.
تمام. here we can find a brick taking the shape of Osiris. تمام. and as a male figure wearing the Osirian crown and as a mummified figure, the priests, as we said before, they are placing seeds, corn seeds in particular, and they watering them, and after a period of time the plants began to grow. So there was an assimilation between the Osirian cycle and the Nile cycle during that time. دي كانت أحد الاحتفالات بتاعت الإله أوزوريس زي ما قلنا، وكانت تعتبر من أهم وأشهر الاحتفالات المصرية خلال العصر اليوناني الروماني. طيب هل كان في طبعا الاحتفال بتاع الإله أوزوريس يطول الشرح عنه، يعني يقال إن طبعا الاحتفالات دي كان بيبقى فيها طبعا تقديم القرابين وإقامة العمود جد باعتبره أحد أهم الأشكال أو أهم السيمبلز بتاعت الإله أوزوريس خلاص. وطبعا البريكس بتاعت اوزايرس ده احد برضو الاشكال بتاعت البريكس بتاعت اوزايرس. وبدات الاوزايرن بريكس دي او الاوزايرن بادز اثرت اوزوريس تظهر بشكل خاص جدا من عصور الاسره ال 18، وانتشرت بشكل كبير جدا في العصر اليوناني الروماني في مصر. طيب بعد كده هندي كده نبذه بسيطه عن بعض الاحتفالات بتاعت الاله هورس. اولهم طبعا احتفال بتاع الكورونيشن بتاع الفالكون، تتويج الفالكون او تتويج الصقر المقدس لهورس. وطبعا تتويج الصقر المقدس لهورس، طبعا هورس او حورس بحتتي، حورس معبود الاله او منطقه بحتت اللي هي ادفو، كان يعتبر احد اشكال الرئيسيه جدا للاله هورس في مصر في العصر اليوناني الروماني. وهذا الاحتفال كان بيتم الاحتفال به في فتره الشهر الخامس من الشهر المصري. كان بيتم اختيار صقر معين كده ليه مواصفات جسديه معينه، والريش بتاعه يبقى سليم، وان هو ان الصقر دوت الصقر المقدس دوت يعتبر بقى ايه كانه يمثل الملك على الارض. دايما بنقول ان الملك وهو حي هو حورس الحي، بعد ما يموت بيصبح ممتزجا مع الاله ايه اوزوريس. طبعا هذا الاحتفال كان بيتم فيه حمل هذا الاستاتيو بتاع اوزوريس، وعلشان يزور الشراينز الايه اللي حواليه. So this festival or the coronation festival of the falcon, it was mainly celebrated in the temple of Edfu. Why in the temple of Edfu? Because the first member of the tribe of Edfu was Horus Behteti, Horus belonging to Behtet or Edfu. This festival was celebrated or occurred, took place, يعني حصل in the fifth month of the Egyptian year. One of the falcons was annually selected. يعني annually selected يعني كان بيتم اختيار صقر كل سنة، بيتم اختيار كده صقر بمواصفات معينة. To represent the king on earth, and as the king was usually the living king was usually described to be the living Horus. He is Horus on earth. هو حورس على الأرض. And after his death he was assimilated with God Osiris. The festival طبعا included carrying the statue of Horus to the other to visit the other nearby sanctuaries. تمام. وطبعا الاحتفال دوت دايما كان بيبقى في صورة procession زي ما قلنا، احتفال البروسيشن دوت او المواكب كانت تيمة معينة او حاجة كده مشتركة في معظم الاحتفالات الالهية والملكية في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني. So the main event of this festival is a series of processions. يعني ايه procession؟ زي ما قلنا المواكب. Within the temple the festival include a procession for the falcon of Horus from the sanctuary to the other sanctuaries to the nearby sanctuaries, and also the crowds the common people participated in seeing or in having in praising for the statue of Horus. ادي البروسيشن بتاعت الاستاتيو بتاعت هورس اهو خلاص. and this is depicted on the outer corridor of the temple of Edfu. طبعا دوت احد اعياد حورس زي ما قلنا، وده مصور على الجدار الخارجي لمعبد إدفو، يعتبر من افضل الاماكن اللي بتشرح فيها الفستيفلز.
وادي برضو سيلكشن من الفستيفال بتاع الكورونيشن. زي ما قلنا هو بيعتمد على البروسيشنز، it depended mainly on the processions. we can find here ارواح ناخن وبوتو مثلا على سبيل المثال، they are carrying the sacred falcon of god Horus. and here we can find selecting the new falcon. here also selecting the new falcon and it's found on the outer wall of the corridor surrounding the temple of Edfu. ادي اهوت الكرونيشن بتاع الصقر. وزي ما قلنا a certain falcon was annually selected to be the representative of Horus or of Horus بحتتي, also the representative of the living Horus the king on earth. طيب الاحتفال الاخير اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو احتفال الفيست اوف بحتت, خلاص اللي هو كان معروف باسم سحن نفر ان بحتت. والاحتفال دوت حصل في العصر في مصر ليه, يعني ان هو كان بيمجد الفيرتيليتي والريجنريشن, كان يعني بيتم الاحتفال بيه للتعبير عن الخصوبه وتجديد الخصوبه كل عام. والاستاتيو بتاع الاله حتحور كان بيعدي على الشواطئ بتاعه نهر النيل وبيعدي يزور الشابلز بتاعتها في مختلف الارجاء زي مثلا الفانتين وهيراكينوبولس وادفو. خلاص طبعا السنترال بتاع هذا الاحتفال كان عادة بيتم الاحتفال به في ادفو وهو مرتبط بحورس والإلهة حتحور بشكل خاص اللي هو العضو الأول والعضو الثاني في ثالوث معبد ادفو. وزي ما قلنا الايمز بتاعت الرايتس أو الاحتفالات ديت هي كانت إعادة تجديد الباور بتاعت مصر كلها, بتاعت ايه مصر كلها, وبرضو كان بيتم الاحتفال بيها من خلال ايه processions مختلفة. So we have also the scenes of the beautiful feast of Behtet, Sehen Nefer in Behtet. This festival was used to commemorate or to for regeneration of whole Egypt and it represents fertility, it represents regeneration of Egypt, the land of Egypt, the Nile of Egypt, the king of Egypt, استمرارية نهر النيل واستمرارية الملكية وهكذا. خلاص and it was specially consecrated for goddess Isis and also god Horus, especially god Horus بحتتي, because of being the first and the second member of the tribe of Edfu. هو كان مخصص بشكل كبير جدا للإله حتحور والإله حورس, حورس بحتتي وكان وعلشان كده هو يعني ايه كان مرتبط بمنطقه حورس او منطقه معبد ادفو بشكل خاص جدا. خلاص so this temple was this festival was consecrated for two main deities Hathor and Horus بحتتي and Horus and Hathor visited during this festival the different shrines in Elephantine and Hierakonpolis. Also the common people shared or used to attend these festivals and as we said before the celebration depended on the processions. Here we can find the sacred barks of Horus holding the shrine of the god and it's carried by the different priests and here we can find the king leading this procession. تمام ادي اهوت البارك بتاعت المركب المقدس بتاعت هورس وحتى على المقدمه بتاعتها شكل الصقر, والناحيه الثانيه ادي البارك بتاعت حتحور وبتاخد شكل السيده بالتاج الحتحوري, فاذا هي ديت المركب الخاصه بتمثال الاله حتحور. ادي اهوت مركب خاصه بتمثال الاله هورس ومركب ثانيه خاصه بتمثال الاله حتحور, والملك بيقدم النو جارز كاوفرنجز للمركبين. يبقى this is also a festival, another seen for the festivals of the beautiful festival of Behtet occurred in Edfu temple. Here we can find the king is presenting the new jars, خلاص, one of the shapes of the water jars in Egypt for the two barks. One is consecrated for Horus. How do we know that this is consecrated for Horus? Because the prow of the ship took the shape of the falcon and the other boat is taking the shape of Hathor, a woman with the Hathori crown, the sun disk between two horns. دي كانت اهم الاحتفالات, يعني طبعا هي مش كلها بس يعني نبذه كده عن اوفر فيو عن الاحتفالات المصريه واللي هي خاصه بالملكيه بشكل عام واللي هي شهيره وارتبطت بالالهه الرئيسيه في مصر سواء في العصر المصري القديم او العصر اليوناني الروماني.